ما نصيحتكم لمن يخرج مع جماعة التبليغ وإذا قلنا له عليك بطلب العلم قال العلم يشغل عن الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية؟ هذا جاهل اللي يقول العلم يشغل عن الدعوة. الدعوة ما تصلح إلا بعلم، دعوة بدون علم ما تصلح. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان ما عنده علم كيف يقوم بالموعظة الحسنة؟ ما يدري كيف يجادل، إذا أوردوا عليه شبهات كيف يجيب عنها وهو ما عنده علم؟ الله جل وعلا يقول لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فيشترط في الداعية أن يكون متعلما، يعرف كيف يدعو ويعرف كيف يجيب عن الشبهات ويعرف كيف يفتي الناس إذا سألوه. أما إنسان ما معه علم فهذا لا ما يصلح للدعوة، هذا يفسد أكثر مما يصلح بجهله. نعم.